طرب، طرب من نوع آخر. هو الحقيقة باش نستقبل ضيوفنا زوز، الفنان القدير نور الدين الباجي والأستاذ شكري عمر الحناشي، باش تسمعوهم الزوز في ميدلي حلو ياسر صباح فخري، وأكيد باش تستمتعوا. صور جميلة الحقيقة في سهريتنا. هذه الصورة اللي يلزمها تكون. هذه الصورة اللي يلزمها تكون، صحيح. الأستاذ الكبير نور الدين الباجي هو أستاذي وأنا التلميذ نتاعو، ما نجم نكون كان هكا اليد في اليد. يا عيني يا عيني، يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. شكرا. أنا باش نقول حاجة، يعني أنا حتى لو كان نسلم غدوة يعني في الغناء يعني باش نخلي. وانت هكا تسلم وتخلينا من غير صوتك سي نور الدين. عندي ولدي فنان كبير وملحن كبير وكهو. يا عيني عليكم، يعطيكم الصحة. باش سمعونا اليوم صباح فخري. شوف سي نور الدين، انت تبارك الله عليك من احلى الاصوات اللي تغني وتأدي صباح فخري، هكا ولا لا؟ بدون منازع. وهو اي وهو زيد اليوم باش نزيدوا نسمعوه ونكتشفوه، خاطر انت تبارك الله نعرفوك معناتها من قبل. شنو احساسك كي تشارك شخص اخر في هذا النغم مثلا؟ احساس نتاع الموسيقى العربيه حيه، يعني عندنا 1500 مقام قاعدين نطبقوا منها حتى من با حتى 100. بس تحبني نقول لكم ترى يعني باش نخلي ولدي على الاقل يكمل على الاقل 200. يا عيني عليكم. نسمعوكم الزوز اكيد في مواويل وفي اغاني حلوه ياسر صباح فخري. اكيد سلطينا، تفضلوا تشجيعكم. Oh,
في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعذب في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك في الخمار الأسود قل المليح في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شمر الصلاة قد كان شمر للصلاة قد كان شمر للصلاة ثيابا لما خطفت عقله بباب المسجد قد كان ينوي
لباب المسجد بباب المسجد لا لا لا
صلاته أصيامه لا تقتلينا لا لا تقتلينا لا لا تقتلينا لا تقتلينا بحق دين محمد ردي عليه عليه ردي ردي عليه ردي عليه ردي عليه ردي عليه ردي عليه ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتلي بحق عيسى وأحمد يا ليل 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 يا عيني يا ليل 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 يا عيني يا ليل 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 ليل
تفاعلوا مع غنانا أكيد تفاعلوا معنا، يعني ربما يشوفوا عامة الناس يشوفوا نوردي الباجي في فيستيفال المدينة جدي برشا، يعني يطلبوه منا ذاك الفنان اللي يتعلم، يعني كل شيء نجمو يعمل. سي نوردي اليوم كاينك تسرحت، كاينو اليوم نشوفه في إحساس آخر وشخص آخر، والموسيقيين الكلهم هكا شيخين، أخزر أخزر تصفيقة بربي، تصفيقة حلوة عليها. يعطيك صح، شكرا لكم.